نقول ازيك ولا ازيك؟ اي حاجة. ازيك؟ ازيك؟ ماشي تمام. ازيك؟ اسمك ايه؟ اسمي يوسف. وشهادة الميلاد؟ انت تصور لي في شهادة الميلاد؟ اللي في شهادة الميلاد اسمها اسمك اسماء صح؟ بدأت ازاي قصتك يا يوسف؟ انا عايز اعرف حاجة بس دلوقتي، انت اللي بتجيب سيرة اسماء ليه؟ انت ما بتحبش حد يقولك اللي انت بنت صح؟ ايه السبب؟ هو خدت من صغري على كده، بمعنى يعني أم الله يرحمها كانت مسافة حتة ولد، أنا لما جيت البيت عشان إيه كبروني بقى على أساس ولد وبقوا لي يوسف وكده، أنا إيه حبيت الحاجة دي إيه؟ إن هما ينادولي بيوسف وكده من صغري، بقى كل اللي يشوفني يقول لي اسمك إيه؟ أقول له اسمي يوسف، لغاية ما كبرت بقى عندي 11 سنة بقى كل اللي يكلمني يقول لي اسمك إيه؟ أقول له اسمي يوسف، عشت على أساس معاملة إيه؟ معاملة راجل، بقى كل حتى اللي عاملني معاملة راجل راجل. على 10 سنين كنت بنت وبتلبسي لبس بنت صح؟ لا رجالي برضه، يعني من يعني ما تلا يعني مثلا وانت عندك 5 سنين 6 سنين كنت بتلبسي لبس رجالي؟ لا 5 سنين كنت صغيرة مش بفهم حاجة، تمام. لغاية 11 سنة كنت بلبس رجالي. واصبحت دلوقتي ال10 سنين اللي فاتوا من حياتك كلهم بتلبسي لبس رجالي وعايشه كلبس رجالي صح؟ في دكتور كلمته تقريبا من فتره قال لك ده انت عندك جينات الرجوله او جينات الذكوره اعلى من جينات الانوثه صح؟ ايوه دكتورة دكتورة في اسكندرية. وقالت ممكن تعملي عملية ولا الكلام لسه ما تعرفيش حاجة؟ لا ما سألتهاش في الأول. انت مدمنة استروكس صح؟ بقالك كام سنة؟ اللهم صل على النبي، بقى هو داخل في سنة، في سنة ونص. 1.5 سنة من أول ما طلع. طب ايه طلباتك يا اسماء؟ ايه اللي نفسك فيه؟ يعني تعالج من الاستروكس رقم 1، رقم 2 تشوفي دكتور، دي طلباتك؟ تمام. ايه رأيك في الحملة بتاعت ايش في مدمن حملة الادمان اللي معمولة في المطرية؟ بتعالج ناس كتير؟ احكي لي كده دورك في المخدرات كان ايه وايه دورك في اللي لا انت انا شفت السلوكس بس، بس؟ بس انا سمعت انت بتاخد تموين. لا عمري ما خدت والله ولا اكيد. ولا وسمعت مرة. انت كنت بتشرب حشيش لا كنت اكيد، بشرب حشيش، يعني انت بتشرب حشيش كنت بشرب حشيش، وعرفت انت بتشرب ستروكس كتير قوي صح انا كنت الكلام ده؟ بشرب السلوكس كتير فعلا. وما زلت بتشربه؟ ما زلت بتشربه؟ ولغاية دلوقتي بشرب. طب انت ما تطلعوش. لا خلاص ماشي قلبك ابيض. طيب يا يوسف ايه نفسك في ايه؟ نفسي أبطله وأعمل لي مصلحة، يعني ايه بس مصلحة؟ أي مصلحة أكون انا مبسوط. شفتك قبل كده بتتخانق مع ولد وكان سارق تقريبا المونيا صح كده وضربته علقة وفجأة قالوا لي لا كان سريع من واحدة في المنام تمام، قالوا لي لا استنى ده يوسف هو اسماء. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي ده بنت. قلت لهم ازاي بنت؟ قالوا لي لا دي بنت. قلت لهم بنت؟ قالوا لي اه بنت. ايه القصة دي بقى؟ هو طول عمري كده. انا بص من صغري وانا راجل في الشارع، حتى الدلاوي وحتى ما حدش بقى عندنا في المنطقه بينادي باسماء خالص خالص محدش بيندلك في المنطقة اسماء. بس ابدا. انت يعني ما بت... ما بت... يعني مثلا ما بتقعد مع الشباب مثلا بتحس بايه او ما بتقعد مع اولاد زيك؟ لا راجل زيهم، راجل بقعد مع زيهم اي حد راجل زيهم، حتى لو قاعد مع بنات راجل زيهم. ما بيجيش، يعني ما بتحبش تلبس لبس البنات، ما لا بتحبش ما بيجيش معايا، ليه؟ مش عارف ما خدتش عليه.